أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة تعليم برنامج أوتوكاد. نواصل معكم رسم خريطة منزل بواسطة برنامج أوتوكاد، وطبعا وصلنا إلى رسم الأبواب. طبعا فقط عندنا بهذه المنطقة عندنا باب مكسور بزاوية معينة، وطبعا هذا الباب هو 1 متر تقريبا. فحتى نكسر هذا الركن هنالك أمر، طبعا هذا الأمر موجود ويا الفلت ذا نجي هنا، الأمر اللي هو اسمه تشامفر. الأمر تشامفر بمجموعة من الخيارات، من ضمن هذه الخيارات هو دستانس. الدستانس يطلب من عندي تحديد المساحة من هنا وتحديد مساحة من هذه المنطقة. مثلا من هذه المنطقة 1 متر ومن هذه المنطقة 1 متر، راح يوصل خط بيناتهم ويحذف الجزء الباقي، يكسر المساحة. طبعا أنا حتى نحصل على وتر 1 متر فراح نسوي مساحة 75 سنتيمتر من هنا و 75 سنتيمتر من هذه المنطقة. المساحة اللي بيناتنا الوتر راح يكون 1 متر. فبعد ما اختارنا تشامفر نجي نختار دستانس، راح نجي نكتب هنا 0.75 متر للطرف الثاني. فراح أحدد هذا الجزء وراح أحدد هذا الجزء، راح يكسر لنا ياهن بهذه الطريقة. طيب ما ممكن انه اسوي تشامفر بنفس المساحه لهذه المنطقه، طيب شنو اللي اسوي؟ لابد ان اسوي اوفست بهذه المنطقه حتى تعطيني كسره اخرى. طيب فاجي الى الامر اوفست بهذه المنطقه، وطبعا راح اكتب 0.25 اللي هو المساحه، مساحه الحائط. فراح احدد هذا الجزء وراح يكون الى الخارج بهذه المنطقه. جيد، الان اجي الى الامر تريم، اضغط على انتر، راح اتخلص من هذا الخط بهذه المنطقة، وراح اتخلص من هذا الجزء، راح اتخلص من هذا الجزء، اصبح عندي بهذه الطريقة. جيد، طيب الان راح اجي ارسم الباب، وضروري جدا اجي هنا اتأكد انه خيار الطبقة الدور، وطبعا اجي الى الامر لاين، ارسم خط وليكن خط يعني بزاوية قائمة او يعني باي مثلا هذه الزاوية، راح اكتب 1 متر، انتر. جيد، الان راح اجي الى روتيت، الامر روتيت، راح احدد هذا الخط وانتر، ومن ثم راح احدد زاوية الدوران، طبعا راح تكون بهذه الطريقة، يعني راح يكون خط موازي مع هذا الخط بهذه الطريقة. جيد، الان راح اجي الى الامر ارك، واختار طبعا ستارت اند راديوس، طبعا راح اختار مثلا هذه الزاوية نجرب، ومثلا هذه الزاوية، ومن ثم راح يكون هذا هو الراديوس. ممتاز، الان راح اجي ارجع الى الطبقة اللي هي طبقة الابواب اللي هي اسمها 0، طبعا بامكاني انه يعني اتحكم بها لكن راح اخليها كما هي. اجي الى الامر لاين، وطبعا راح ارسم بهذه المنطقة، وراح ارسم خط بهذه المنطقة ايضا. ممتاز، الان راح اجي الى الامر تريم، اضغط على الامر انتر واحذف هذا الشكل. جيد، الان اصبح عندي الباب جاهز. طيب بعد ما رسمنا الابواب راح نجي نرسم الابعاد، والابعاد اذا نجي هنا عندنا طبعا دور وعندنا تكست اللي راح تكون بها الكتابه، فراح نضيف طبقه جديده، وطبعا اجي هنا الى layers properties، عندي هنا 3 طبقات، راح انشئ طبقه جديده راح اسميها مثلا dim اللي هي اختصار diameter، مثلا dim مثلا بهذه الطريقه، وطبعا راح اختار لها لون اللي هو مثلا راح يكون لون اخضر. ممتاز، راح اغلق اللاير ستايل. بالبدايه لابد انه نعرف الابعاد، طبعا اذا اجي هنا على الانوتيشن عندي هنا الابعاد، اذا اجي اضغط هنا كليك واختار مثلا البعد اللينير، فاجي هنا ارسم خط وارجي هنا كليك، راح الاحظ انه السهم كلش كبير والرقم كلش كبير، اي ان نحتاج ننسق الابعاد. جيد، شلون انسق الابعاد؟ اجي طبعا هنا بمربع الحوار اكتب حرف دي ومن ثم انتر، راح تظهر لي هذه القائمه. طبعا راح اجي اضيف تنسيق جديد للابعاد من خلال اجي الى الامر نيو، وطبعا راح يعني مثلا اسميه مثلا بهاء، لا على التعيين باي اسم، ومن ثم اجي الى كورنت، راح تظهر لي هذه. طبعا هذه القائمة بها مجموعة من الإعدادات، طبعا عندنا هنا مثلا lines اللي هو الخطوط، أولا الكولر راح يكون بلون أخضر حتى يكون لون يعني مغاير، لأن الأصفر راح يكون مثلا ممكن للنصوص والأخضر راح يكون للأبعاد. أيضا هنا عندنا طبعا هنا لون الأسهم اللي هو بالأخضر، عندنا هنا لون الخط هذا اللي هو المحاكي للسهم،
فأيضا راح يكون هنا أخضر. جيد، مثلا عندنا هنا ممكن يكون 0.5 مثلا. جيد، طبعا نجي نعدل بهن واحدة واحدة. مثلا نجي إلى مثلا sample and arrow، مثلا بإمكاننا نتحكم بحجم السهم مثلا 0.5 بهذا الشكل. وهنا طبعا نختار above dimension text حتى يكون موازي، يعني هنا يكون مختلف موازي. الآن نجي إلى text، راح نغير التكست كولر إلى أخضر بهذا الشكل. وطبعا نجي إلى حجم التكست مثلا ممكن يكون 0.5، ومن ثم موافق، ومن ثم كلوز. طيب نجي نجرب ونشوف شنو العائق. نختار القياس الخطي مثلا بهذه هي الطريقة، بهذه الطريقة مثلا. ممتاز، نلاحظ أن البعد ما عدا أنه عندنا الخط هذا كلش كبير، والأوفسيت المساحة أيضا كلش كبيرة. طيب الآن نجي نعدل، طبعا نضغط على دي انتر، وطبعا بها نجري له موديفاي. نجي هنا عندنا طبعا عندنا الدم لاين هنا اللي هو مساحة الخط 1.5، نخلي مثلا 0.2، ومثلا الأوفسيت اللي هي المساحة ممكن نخلي 0.1. نجرب ونشوف العملية. جيد، الآن ممتاز، عندنا هنا 10، ولو طبعا رقم كبير، والسهم أيضا كبير، ممكن أيضا نتحكم بهن. طبعا نضغط على دي انتر، وطبعا نجي إلى موديفاي، نجي طبعا هنا إلى الأسهم ممكن يكون 0.2، وطبعا نجي إلى التكست 0.2، ومن ثم موافق، ومن ثم كلوز. إذا نجي هنا طبعا نتحكم، ممتاز، ولو 2 قليل ولكن مقروض، خصوصا إنه إذا كان عندنا مساحات صغيرة. طبعا لا بأس إنه يكون 3. موديفاي 0.0 بوينت مثلا 4 لا بأس يكون. وطبعا السهم ممكن يكون 0.3. جيد، الآن راح نحذفه، وطبعا راح نجي إلى اللاين. ممتاز، طبعا عندنا هذا بعد. نجي إلى الأمر لاين أيضا خط، وطبعا راح نضيف بهذه هي الطريقة 20. صار عندنا هاي القطعة اللي هو 20 في 10. جيد، الآن راح نجي نضيف أبعاد. طبعا نجي إلى الأمر لاين، نضيف أبعاد هذه الغرفة. طبعا نضغط هنا كليك، وهنا كليك بهذه هي الطريقة. بإمكاني أضغط على انتر حتى أعيد بنفس الأمر، مثلا هنا أيضا ممكن بهذا الشكل. أضغط على انتر، نضيف البعد بهذا الشكل. طبعا بعد ما يحتاج أضيف هذا البعد لأن هنا موجود وموضح. طبعا أيضا ممكن على لاين. طبعا بإمكاننا نضيف بقية الأبعاد، مثلا ممكن هذا البعد ممكن يكون بهذه الطريقة. أيضا بإمكاني أنه أضيف مثلا هذا البعد مثلا ممكن، طبعا وهكذا أضيف بقية أبعاد الخريطة. طيب الآن عندما أجي أضيف النص، أجي إلى الطبقات ضروري جدا، أختار طبقة التكست، وأجي إلى التكست هذا. طبعا أجي هنا أضغط كليك وأختار ملتي تكست. جيد، راح أختار مثلا هذه المنطقة بهذا الشكل تقريبا. طبعا بإمكاني أنه أتحكم، مثلا هنا راح يكون 0.5 البعد بهذه الطريقة، وأجي أكتب مثلا هنا غرفة، وطبعا بعدها كلوز. ممكن أدي غرفة، طبعا أقدر أتحكم بها من هنا. طبعا أيضا أقدر أخذ كوبي من هذه الغرفة مثلا بهذه المنطقة، ممكن هنا تكون غرفة. أيضا بإمكاني أنه أختار مثلا بهذه المنطقة،
مثلا ممكن هنا استقبال، ممكن هنا يكون بهذا الشكل. طيب اقدر اجي اعدل مثلا هذه الغرفة، اضغط عليها دبل كليك وامسح، اكتب مثلا صالة، هنا دبل كليك واكتب مثلا مطبخ، وايضا هنا دبل كليك واكتب مثلا حار، دبل كليك هنا مثلا اكتب استقبال، ومن ثم اجي الى كلوز، اعدل مثلا هنا اعدي كلمة استقبال، ممكن تكون بهذه هي الطريقة، يعني ممكن هنا بهذا الشكل. ممكن عندنا هذا المطبخ الحار، ممكن نخليه بهذه المنطقة، ممكن بهذا الشكل نخلي المطبخ النص. طبعا بهذه الطريقة قدرنا نكمل رسم الخريطة بأسلوب سهل ومبسط واحترافي في نفس الوقت. إن شاء الله تكون هذه المحاضرة مفيدة ومهمة للجميع.